المنتج الكبير حسين الأهلة، الروائي الكبير عبد المجيد، الدكتور سامي سليم مدير التصوير الكبير والقدير، الدكتور عمر الكاسر اللي متشرف بوجوده معانا، الامين العام لاتحاد الفنانين العرب والفنان السعودي الكبير، فمتشرف بوجودك معانا في لجنه التحكيم ويعني ومنور القاهره دايما يعني. عندنا في مسابقه الافلام القصيره لجنه التحكيم متكون من الفنانه وفاء عامر، الدكتور سمير فرج مدير التصوير الكبير، المخرجة العراقية الكبيرة خيرية المنصور، الدكتور أحمد فهمي عبد الظاهر وكيل معهد السينما، الناقدة الكبيرة ماجدة موريس. في الغنى عندنا لجنة تحكيم برضو أعتقد إن هي مميزة، تتكون من الدكتور مدحت العدل الشاعر والسيناريست، وطبعا هو موجود في اللجنة بصفة شاعر غنائي، الملحن المتميز عمرو مصطفى، المطربة المتميزة سيمو. في البودكاست لجنة التحكيم مكونة من برامج الإذاعة المصرية، الأستاذة إيناس جوهر، المذيع المتميز والإعلامي المتألق الأستاذ جمال الشاعر، الإعلامية والمذيعة الأستاذة جاسم طه زكي، الدكتور عبد الله بنخر. الحقيقه اللي انا يعني بتشرف بوجود النهارده معانا في القاعه، استاذ الاعلام الكبير والقدير اللي اكتشفت النهارده ان هو استاذ يعني اغلب الناس يعني الموجودين دلوقتي هو يدرس لهم الحقيقه، الدكتور عبد الله استاذ بجامعه الملك عبد العزيز السعوديه، وهو الحقيقه مصري اكتر مننا يعني، انا ساعات لما بتوه في العجوزه بكلمه يعني يا دكتور انا في يعني هو يشرح لي انا يعني امشي منين الحقيقه. فدي يعني في كمان في لجنه تحكيم البودكاست الدكتور اشرف جلال حسن عميد كليه الاعلام بجامعه قناه السويس. بالنسبه للتكريمات عندنا الحقيقه برضه تكريمات اعتقد ان هي يعني اسماء كلها قديره الحقيقه. في الغنى اسم المكرم المطرب المصري الكبير الاستاذ علي الحجار، المطربة التونسية لطيفة، النجمة السينمائية بوسي، الإعلامية الكبيرة والقديرة الأستاذة سناء منصور، اسم المنتج والمخرج السعودي الكبير الأستاذ محمد أزاز، ونتشرف وجود ابنه الأستاذ يوسف أزاز معانا في القاعة. الأستاذ محمد أزاز هو أول سعودي تخرج في معهد السينما في مصر، كان دفعة 68، وكان الحقيقة راجل له دور مهم جدا كصانع ومنتج، والحقيقة مثلا عمل أفلام كتير مثلا بطولة الأستاذ عادل إمام، أفلام الأستاذ رأفت الميمي، كان أول حد عمل استوديو في السعودية، بتكلم عن وقت كان الحقيقة الحاجات دي أو المشروعات دي كانت محتاجة يعني الحقيقة معركة عشان تصنع فن في المملكة أو في الجزيرة العربية كلها. والله من فوزات الشباب يحسبنا، فاحنا يعني الحقيقة يعني حضرتك شخص يعني مهتم بالفنون برغم إن الوزارة وزارة للشباب والرياضة يعني. وانا عارفه ان حضرتك مهتم بالسينما وبتحب السينما من كل المقربين من حضرتك. الحقيقه المهرجان ده يمكن يعني هو فكره الاستاذ ايمن الحكيم، فكره المهرجان يعني الابداع العربي، ولما اتكلمنا فيه في البدايه يبدو للناس ان يعني اي احتفاليه ذات صله بالمنطقه العربيه يعني تبدو غير براقه، يعني دايما الفنانين وتحديدا السينمائيين عينيهم على الخير، فيما احنا فعلا في احوج الاوقات ودائما في حاجه الى ان يبقى في يعني زي اوروبا كده يعني منطقه دائما مشتركه بين الدول العربيه. احنا عندنا ميزه ممكن اوروبا مش يعني ما عندهاش الميزه دي، الا وهي اللغه. نحن نشترك في لغه واحده مهما كانت اللهجات الدارجه مختلفه، ويمكن احنا الدول العربيه قعدت فتره طويله جدا تعتبر ان السينما المصريه هي وسيله لتاكيد الهويه عبر لهجه دارجه بيفهمها اغلب البقاع او يعني المواطنين في اي بلد عربي.
يعني احنا مؤخرا يمكن السينما المصريه يعني ليست بالقوه ولا بالقيمه اللي يعني فضلنا طول الوقت يعني نعتبر ان احنا من اهم السينمات القديمه في الدنيا. اي مهرجان بيتعمل هو ليس يعني عمل فائض عن حاجه، يعني دايما انتوا بتعملوا مهرجان، في مهرجانات كتير دايما المهرجانات ليها ادوار متعدده، مش بس احتفال او الناس تطلع تتكلم او ندي جوائز، بنبقى نامل في ان يفضل طول الوقت اي مهرجان هو كشاف المواهب والهويه والانتماء، واشرف بان البلد من بلد الحرمين، لكن ولدت في مصر على نيل مصر، تربيت بجوار متحف احمد شوقي بيت الوالد في عماره اسمها عماره بازرعه ولا اسم مالخه، يمكن الرابط بابا وكلكم تعرفوا الكاتب الكبير علي احمد باكثير رحمه الله عليه، اللي هو الان بيكرم السنه هذه في معرض الكتاب الدولي في حضرموت، اللي بشرف ان انا احد يعني اعضاء مؤسسه حضرموت للثقافه. احنا كحضاره اصل العروبه من الجزيره العربيه اللي جينا مصر بشكل كبير جدا في جيل ثالث ورابع وخامس، هناك دكاتره زملاء ليا. طبعا انا ولدت لقيت اهلي في البيت، فالاهلي يعني في دمنا من واحنا صغار، واعتقد باجنيت كان احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. انا يعني برغم مرضي الزكمه اللي يمكن صوتي اعتذر، لكن ضعيف جدا امام اي شيء يمسنا كعرب، يمسنا كهوية، ليست لغة واحدة، احنا مصير واحد، احنا حياة او بقاء واحد، وبالتالي اي شيء يفرقنا يجب ان نتجنبه. زي ما قال سعادة النائب، احنا انتهينا من مرحلة الارهاب على فكرة، الحمد لله انكشفت هذه الغمة بشكل واضح وجلي وبقيادة القيادة المصرية الرشيدة في دحر ما كان يسمى بالإسلام السياسي، أو مش عايزين نسمي جماعات، ولكن الحمد لله الآن حتى في حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين ورؤية 2030 التي يتبناها بقوة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بنضع يدنا وقلوبنا على بعض بقوة وعزم وشدة مهما حاول العدو. وأنا سعيد جدا أن وزارة الشباب والرياضة هي التي تحتضن هذا الإبداع العربي. إحنا انتهينا من قضية الإبداع، ولكن دخلنا في نفق الفضاءات والساحات المفتوحة على الإنترنت. يمكن الأستاذ مصطفى بكري تكلمت معه قبل الجلسة، يعني الفضاء، أنا خريج الأرمان ابتدائي وإعدادي وثانوي، وكنت في مركز الثقافة، كان الثقافة قصور الثقافة. قصور الثقافة تربيت فيها وتعلمت فيها أخلاقيات في الصيف وفي التمثيل وفي الإجراءات، كنت في عمارة زاخرة بكبار الفنانين في مصر، على رأسهم صلاح مرسي الكاتب، أمال بكير، جليل البنداري، كلهم كانوا قامات، وكانت العمارة بالنسبة لنا عمارة دي تمثل العالم العربي. كنا لا نعرف فرق بين مسلم أو مسيحي، وكان في معنا يهود، والطرفة يعني واحد بعد 67 جارتنا اليهودية سمت أسلمت وسمت نفسها فاطمة، فكانوا يعرفوها، كان في أكثر من فاطمة في العمارة، فيقولوا فاطمة اليهودية، ففضلت فاطمة اليهودية بالرغم أنها مسلمة. فالحقيقة أنا تربيت على هذا النيل المعطاء الكريم، مهما تلوثت مياهه أحيانا وتعكرت صفر العلاقات بين الدول، تظل مصر هي الحصن الحصين، هي القلعة التي نشرف جميعا بالانتماء لعروبتنا من خلال هذا الموقع السياسي والعسكري الكبير جدا. شباب هذا الأمة أنتم عماد في، أنتم اللي تصنعون المستقبل بإذن الله. وأنا دائماً متفائل، لأن يمكن دارس إعلام معين أو اقتصاد مسائل الإعلام، أتفائل. حضرت مؤتمر السنة الماضية في إحدى الجامعات المصرية،
وكان فوز فريق اعتقد انا مش ضليق في الكوره ولكن كان فوز فريق الاهلي على فريق سعودي او شيء من هذا القبيل. وهنأت في بدايه كلمتي الفريق اي فريق